من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء أن مصر تخرج من مرحلة الاختناق إلى مرحلة الانطلاق، وأضاف محلب خلال لقائه بممثلي عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني أن مصر تواجه تحديات كثيرة في ظل محدودية الموارد، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب تأتي في مقدمة هذه التحديات، تليها مشكلة الفقر والبطالة وارتفاع معدلات التضخم. التحديات كتيرة والموارد محدودة، ولكن الأمل كبير والثروات موجودة. والأمل عايز عمل، والعمل عايز رجال وسيدات مؤمنين بهذا الوطن. أما نبص يعني يمكن أكبر تحدي عندنا والحمد لله كان تحدي الإرهاب. ولما نقارن السنة دي بالسنة اللي فاتت حتى كل شهر باللي قبله بنلاقي الحمد لله ان الارهاب ابتدى ينتحر وابتدى ينحصر وابتدت الامن والامان تزيد في بلدنا ونحس بيها فعلا.